السلام عليكم، انا سميتي عبد العالي شعبان، كنسكن في دوار ولاية سي بوعنان، جماعه سيدي بن حمدون، اقليم برشيد، متزوج وعندي 3 وليدات. نهار السبت في العشيه مع 6 العشيه خرجت من الدار، لقيت جوج الناس، قلت لهم السلام عليكم، ردوا عليا السلام. مشيت واحد 600 متر كنتفاجئ من الخلف ديالي بواحد السيد جاب واحد السكين كبير ضربني. كنتلفت كنلقى عاوتاني باغي يضربني، بقيت كنتخوى عليه من هكا كنتخوى عليه من هكا. دخلوا الناس بقاو كيشدوا فيه، حاول شحال من مره باش يضربني، دخلوا الناس باش شدوه، جروا عليه بواحد 60 كشيفه وبقى كيتهدد بان ما قال لي غادي نضيك انت ونضي الناس اخرين. شفكوني الناس، جروا عليه مشى في حاله. جا واحد السيد هزني في الطوموبيل ديالو بالزربه، خطفني المستوصف ديال ولاد عبو. من بعد مشيت عند الدرك الملكي، من بعد جات دخت ما بقيتش عارف شنو كندير، طحت. جات لومبيلونس هزاتني داتني للمستشفى اقليم ستات، تلقيت راسي في مستعجلات، واليوم عندي سيرتافيكا فيها 36 يوم. كنطالب من الدرك الملكي باش ياخذوا واحد السرعه فائقه باش يلقاو القبض على هذا المجرم، لانه كيهدد فيا انا وكيهدد في واحد جوج الناس اخرين بان ما خاصني ننتقم منكم، نحيدكم من الطريق ديالي. وكنطلب من سيد وكيل جلاله الملك باش يشوف هذه الحاله ديالي. واليوم انا عندي 3 وليدات وعندي والديه، ولا ما جبتش الطرف ديال الخبز ما كاينش اللي غادي يجيبوا ليهم من غيري انا. ودابا انا اللي كتشوفوا فيها ما بقيت خدام والو غير مريح، وما بقيتش قادر نخدم كاع بصفه نهائيه، وصباعي ما كنحركهم والو. واليوم 3 ايام ومازال الضربه ديالي كتنزف بالدم. عندي شهاده طبيه فيها 36 يوم، اليوم قدمت لمركز دارك الملكي، وهذا السيد في حالة فرار ومازال كيهدد فينا. حنا اليوم خايفين ما بقيناش قادرين نخرجوا، حابسين الاولاد ديالنا كاع باش ما يخرجوش للزنقه. وكنطلب من الناس المسؤولين يلتفتوا في هذه الحاله وياخذوا الحق ديالي وديال جميع الناس ساكنه، كلهم مروعين، الله ياخذ الحق في هذا المجرم.